ما جابت شيء جديد من عندها، لما قالت عائله قليله ادب انزين وبناتهم جليلين الحياه. لا صحيح، لان هذا هو، هذا هما هذا البوينت اللي تبي توصله، هذه العائله هي كذي. فهي ليش وايد يعني متحامله في نقدها؟ احنا يعني احنا كاشخاص وقرينا النص، شلون بنقدم اذا الابو البنت نايمه يمه وهو يقازل بالتليفون؟ شنو مستوى العائله هذه؟ شلون اسلوب الحوار؟ هل بتقول يا ابنتي قومي الى الصلاه؟ لا ما يقولون هذا. لا هذا مو برنامج توعوي، هذه دراما. ما في. طيب اليوم انت مشاري ما تقبلت النقد اللي قالته ليلى احمد، حسيت اليوم ان النقد يعني غير محله؟ انا يمتعني النقد. يمتعني النقد اذا كان في محله، اذا كان نقد بناء. انت مو نقد هجومي. انت قلت هجومي ومتحامل على العمل. لا طبعا. لما تقول لك لا تتابع كذي، روح تابع كذي. لا مو بكيفك. صح. ما توجهيني انا. شنو اتابع؟ يمكن هذا العمل انت عاجبك، ما عاجبني انا. صحيح. ممكن عاجب، يمكن حصه قلم عاجب شريحه، مو عاجبت مو 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 بس. يعني انت اليوم مع الانتقاد، ولكن لا تخيرين الناس شوفوا هذا العمل ولا لا تشوفوه. إيه هذا هني الشيء يعني حريه شخصيه مثل العالم. يعني مثل الناس اللي سووا لنا الفيديو هذا. نعم. اللي يجمعوا المسبات كلها وكأن المسلسل كله كذي، ويحسسوني ان طول هالستين سنه في الدراما الكويتيه ما حد قال طز، ما حد قال اذلف، ما حد قال الله يكرم السامع اي لقب حمار ولا كلب ولا ما حد قال في الدراما الكويتيه. احنا اللي قلنا. يعني في مشهد في درب الزلق يشيل خاله ويقطه في السكه. ما تكلموا. طيب يعني هذه مو اصول تربيه، شلون يمد ايده على خاله؟ طبعا. عرفت؟ في درب الزلق في الاقدار النمش يوقف عند الباب يقول له تف عليك وعلى من اخذك، هذا ما تفل؟ ليش؟ شلون هني يمثل المجتمع اللي